أهلا وسهلا يا شباب وبنات، شلون تلفظون الإر في نهاية الكلمة؟ بلكي تعرفون كمان، اسمعوا شلون تنلفظ بالألماني. تيا تيا تور تور. سمعتن الإغ بالنهاية؟ والمو أنا ما سمعته لأنه ما في. كل مرة لما حرف الإغ بيكون في نهاية الكلمة أو قبل حرف ساكن ما ينلفظ إغ بس ينلفظ أ القصيرة. اسمعوا على هالأمثال كمان. بيتا بيا فيرليتسن زيرفيتسن. وهلا صار دوركن، اسمعوا على هالكلمات وجربوا تلفظون. كل كلمة فيها حرفين الإغ الما ينسمعوا. Vertreter Gärtner Nordmeer Torwart. وتذكروا كل مرة حرف الإغ بيكون في نهاية الكلمة أو قبل حرف ساكن ما يصير تلفظوه إغ قوي، بدالة الفظوه كل مرة بالأ القصيرة، وبالأغلبية اللفظ بيكون صح. باي باي وإلى دراسة القادمة.